مرحبا، بهالفيديو رح نحكي عن نوبات الغضب عند الولاد وعن كيفية إدارتها والسيطرة عليها. منشان هيك خلينا نشوف مع بعض هالرسم اللي بيوضح المراحل اللي بيمرقوا فيها الولاد وقتها بيعملوا نوبة الغضب. بالبداية بكون الوضع طبيعي، وفجأة بصير حادثة معينة، مثل وقتها بيطلبوا الأهل من ولادهم يعملوا شيء ما بحبوه مثل النوم أو الدرس، أو يوقفوا يعملوا شيء بيسليهم، وساعتها الولاد بحسوا بالغضب وبالإحباط، وهالمشاعر بتاخد منحة تصاعدي وبتترجم بطريقة دراماتيكية، وبصيروا الولاد بيبكوا بيصرخوا وبيضربوا حتى ممكن يكسروا الأشياء حواليهم، وهون بنكون وصلنا لقمة نوبة الغضب. وشوي شوي بتبلش بتخف حدية نوبة الغضب لبالآخر يرجع السلوك لوضعه الطبيعي. وقت أولادكم بتصرفوا بهالطريقة في عدة أشياء ما لازم تعملوها. أول شيء ما تستسلموا لنوبة الغضب وتعملولن اللي بدهن إياه حتى ما تعززوا عندهم هالسلوك السيء. وتاني شيء وقت بكونوا أولادكم بقمة نوبة الغضب وأكيد ما بكونوا بوضع خطر، حاولوا تتجاهلوا سلوكهم وما تتدخلوا، لأنه بكونوا فاقدين لغة المنطق والتدخل بهالمرحلة بكون عادة غير فعال وغير مجدي. من ناحية تانية، أول شيء لازم تعملوه كأهل هو إنه تجربوا تفهموا شو اللي سبب هالنوبة الغضب، وتجربوا تعملوا تقييم سلوكي، يعني تجربوا تعرفوا شو اللي صار مباشرة قبل وخلال وبعد نوبة الغضب، وشو اللي ممكن يساهم بتكرار هالنوبة. الهدف من التقييم السلوكي هو إنه نشوف إذا ممكن نلغي بعض أسباب نوبة الغضب أو نعدل على الأمور اللي عم بتسبب هالنوبة. مثلاً هادي عنده صعوبات تعلمية ومشاكل بالتركيز، كان يلجأ لنوبات الغضب كل ما ينطلب منه يبلش درس. أكيد ما فينا نلغي الوجبات المدرسية، بس فينا نعدل على الأمور لنخلي مهمته أهين، يعني ممكن نقسم له الدرس، وممكن كمان نريحه خلال فترة الدرس عدة مرات، وأكيد كمان فينا نساعده بالتمارين اللي عنده فيها صعوبة. لازم كمان تعرفوا إنه وقتها بتتفادوا نوبات الغضب بتكونوا عم بتخففوا وتيرتها وعم تكسروا شوي شوي هالعادة السيئة المكتسبة عند الولاد اللي بيلجأوا لها ليحصلوا على اللي بدهم إياه. لازم كمان تعرفوا إنه تدخل الأهل ممكن يكون كتير فعال بعد ما تكون خلصت نوبة الغضب، يعني بعد ما يكونوا الأهل والولاد راقوا. ساعتها ممكن تقعدوا مع أولادكم وتشرحوا لهم بالتفصيل كيف كان ممكن يتصرفوا، وهالطريقة بتكونوا عم بتنموا عندهم مهارات التفاوض والتواصل. نصيحتي الأخيرة لألكم هي إنه تجربوا تعززوا السلوك الجيد بالانتباه لإله بالمكافأة والتشجيع.